قبل أن تغيب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن يوم الأحد كان آخر يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسلمون في صلاة فجر يوم الاثنين، وقد طال انتظارهم لرسول الله، ففوجئوا برسول الله قد كشف الستر الذي كان على حجرة أمنا عائشة، ونظر إلى الصفوف وهم يصلون ففرح وابتسم. فأراد أبو بكر أن يتأخر ليدخل النبي يصلي إماما بالناس، ظنا منه أن النبي قد برئ، وكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله، فأشار لهم أن أتموا صلاتكم. ثم دخل الحجرة فألقى الستر، فلما ارتفع الضحى أرسل النبي إلى فاطمة وأخبرها بأنه سيقبض في مرضه هذا، فبكت فاطمة فأخبرها بأنها أول من تلحق به من أهله وأنها سيدة نساء العالمين، فضحكت واستبشرت. فلما رأت فاطمة ما برسول الله من كرب وشدة السكرات قالت وا كرب أباه، قال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم. وأرسل إلى الحسن والحسين وأوصى بهما خيرا، ووعظ أزواجه وذكرهن بالله، وما زال الوجع يزيد ويشتد حتى ظهر أثر السم الذي أكله في خيبر. وبدأ النبي يحتضر، فوضع رأسه الشريفة في حجر أمنا عائشة وهو يعالج السكرات، إذ دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فنظر النبي إلى السواك في يد عبد الرحمن فعرفت أمنا ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمها أن النبي يحب السواك، فقالت: أأخذه لك يا رسول الله؟ فأشار برأسه أن نعم، فأخذته ولينته له في فمها، فاستن به كأحسن ما كان يستن به، وكان يمسح وجهه بالماء وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وبعد أن فرغ من السواك رفع إصبعه وشخص ببصره نحو السماء وتحركت شفتاه وقال: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. كررها ثلاث ومالت يداه ولحق بالرفيق الأعلى. إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله، مات حبيب الله، مات خليل الله، بأبي وأمي. بأبي وأمي أنت يا رسول الله، بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا يا خاتم الرسل الكرام، يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغيرا، لك يا رسول الله منا نصرة بالفعل والأقوال عما يفترى، نفديك بالأرواح، نفديك بالأرواح وهي رخيصة من دون عرضك بذلها والمشترى، تبت يد غلت بشر رسومها وفعالها فغدت يمينا أبترى. الدين محفوظ، الدين محفوظ وسنة أحمد، والمسلمون يد تواجه ما جرى، أولا ترى الأعداء كم كنا إذا ما استهزأوا بالدين جندا محضرا، الرحمة المهداة جاء مبشرا يدعو لأحسنها ويمحو المنكرا، صلى عليه الله
صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرا، صلى عليه الله في ملكوته ما دارت الأفلاك أو نجم ثارا، صلى عليه الله في ملكوته ما دارت الأفلاك أو نجم ثارا. وختامها عاد الكلام بما بدا بأبي وأمي أنت يا خير الورى. فلما عرفت فاطمة بموت أبيها